مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، لإثارتنا تستمر هنا على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، انطلاقة شوطنا التاسع ضمن انطلاقات وتحديات ومنافسات هذا اليوم، أول أيام هذا المهرجان، مهرجان مؤسس هذا الكيان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نبدأ ونتعرف وإياكم على الشوط التاسع والبداية مع المقدمة. شكرا أحمد السادة على التواصل لأيضا توضيح المعلومات بالصوت والصورة لكل من يشاهد. المركز الأول مقدمة هذا الشوط، هذه قلا من تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لمحمد بن عبيد بن حمد الفيدة المري مع قلا مع المركز الأول الدور والنقلة عند المركز الثاني. من تتواجد بشاير حمد بن سعيد بن صالح الجنيبي مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم هنا من الشامخة سالم بن سعيد بن ناصر الزرعي وعلى المركز الرابع. من تتواجد على المركز الرابع أصفهان محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي وعلى المركز الخامس. من تتواجد على المركز الخامس هنا التواصل من ضبية سالم بن صالح بن طالب بن عقيل النابت المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. نداءنا للمراكز الخمسة الأولى في هذا النداء الأول. نعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط، إلى الانطلاق الأول والمقدمة. الأمور لازالت تسير هناك مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل مع قلا. هذه قلا من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط. غلا مع الصدارة، غلا تعود ملكيتها لمحمد بن عبيد بن حمد ألف هيدة المري مع الصدارة. بينما هنا وصول من قناعة، وصلت قناعة في أول نداء لها. هذه قناعة لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري. ننتقل للمركز الثالث، هذه الشامخة من تحتل المركز الثالث سالم بن سعيد بن ناصر بن حمد الزرعي. وعلى المركز الرابع من تتواجد على المركز الرابع هنا وصول وتقدم في هذه اللحظات. من تتواجد شواهين عبد الله بن محمد العامري من يتواجد مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصول في هذه اللحظات. من تواجدت هنا أصفهان محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي. نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط، إلى قيادة هذا الانطلاق. الأمور هناك تسير مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، تسير مع غلا مع المركز الأول، غلا مع هذا الأداء الجميل. غلا يا سلام. الكيلو الأخير مشاهدين الكرام، وقلا مع المركز الأول. غلا لازالت متمسكة بصدارة هذا الشوط، لازالت هي المنطلقة مع قيادة هذا الانطلاق. غلا تعود ملكيتها لمحمد بن عبيد بن حمد ألف هيدة المري. يا سلام، تحركت غلا انطلقت غلا. ولكن شوفوا اللي على المركز الثاني. من تتواجد على مستوى المركز الثاني قناعة عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري. ولكن شوف اللي تحتل المركز الثالث، من تواجدت هنا حماس عبد الهادي بن سالم بن محمد ألف هيدة المري. نعود إلى غلا. قلا هي الأقرب للناموس، قلا مع المركز الأول، قلا مع صدارة هذا الشوط. قلا مشاهدين الأفاضل هي الأقرب للناموس. غلا قناعة وصلت قناعة تصل على مستوى المركز الثاني. ولكن قلا مع المركز الأول، قلا ما طاعت تسلم المقدمة محمد بن عبيد بن حمد الفيدة المري. يوصلوا على غلا مشاهدينا الأفاضل، انطلقت في بداية مشوار هذا الشوط، وها هي تنهي هذه المقدمة بهذا العرض المشرف وبهذا الأداء المشرف. يا سلام سلام يا غلا، سلام يا غلا. سلامنا وتحياتنا مع غلا لمالكها محمد بن عبيد بن حمد ألف هيدة المري على فوزها وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت في قناعة عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري. المركز الثالث،
تصل هجمة لمبارك بالصغير بن علي بن دري المنصور يوم المركز الرابع. وصلت على المركز الرابع لمحة لراشد بن محمد بن خلف الكعبي. المركز الخامس وصلت على المركز الخامس صداع للشهاب بالغفيق المالكي. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هذه كانت نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط. نهني جميع الفائزين. هذه لحظة وصول غلا إلى خط النهاية، 6:21 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكي غلا من فازت معنا بالمركز الأول. التهنية موصولة لمالكها محمد بن عبيد بن حمد الفهيدة المريم. والمركز الثاني وصلت في قناعة 6:22 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفران للمريم. والمركز الثالث 6:23 ثلاث أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت هجمة. تهانينا لمبارك.